دكتور نوح، تعليق ايضا على كلمه السيد الرئيس، تبعتها بالتاكيد، وايضا على لقاء الرئيس مع الرئيس بايدن. يعني انا يعني حابه امسك نقطه الارهاب اللي اتكلم عليها الدكتور خالد، لانه الحقيقه لاحظت في المحادثات كلها ان كان في تهميش لقضيه الارهاب، وكان الارهابيين تبخروا، وفي زي ما يكون عدم وعي انه الناس اللي قعدت في بيوتها سنتين، الشباب اللي قعد في بيوته سنتين دول، اعتقد انه تم استقطاب عدد كبير منهم في جماعات ارهابيه، وده هيظهر لاحقا زي فتره 2016 لما كان في استقطاب للشباب. ومصر نجاحتها في مكافحه الارهاب وخبرتها مهمه جدا، فكان مهم اننا نقدم ما يعني نعرض ما قدمناه للعالم، نبرزه لانه العالم هيحتاجنا في تاني، واننا ما نهمش قضيه في منتهى الاهميه. يمكن لما نيجي لحته بناء الدول، وذكر هنا التكنولوجيا، لكن انا اعتقد ان ممكن يكون لينا دور مهم جدا في بناء المؤسسات، بناء الشرطه والجيش والقضاء في الدول ديت، لانه احنا اقرب ليهم من حيث الثقافه، فممكن يكون لينا دور، وكان لينا دور في الستينات مهم جدا، وعندنا الامكانيات الفنيه، ونقدر اننا نلعب الدور ده، واعتقد انه العالم هيرحب بيه والولايات المتحده هترحب بيه. أنا بس عندي نقطة أخيرة أحب أختم بيها، هو إحنا شاطرين في تحقيق نقاط، لكن ساعات في منطقتنا الاستدامة والبناء عليها ما بيكونش كما يجب. صحيح. فخلينا دايما نفتكر إن إحنا بكل ما قيل من مراكز فكر، من دبلوماسية موازية، من عمل دبلوماسي رسمي، من إننا ما يبقاش في أي تنافس، يعني التنسيق اللي تم ده يستمر وما يبقى ما يتحولش إلى تنافس على من له الريادة والكلام القديم دوت، عشان نقدر نكمل ونبني ونوصل لإن يبقى لينا يعني كينونة ويستمر التزاحم علينا، ولا نتحول مرة أخرى إلى مرحلة الانسحاب من الله.